يحول المنتخب الليبيري ضيفا على المنتخب المغربي على الملعب استاد دواكادير في الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا والجولة الأخيرة المؤهلة إلى الكوت ديفوار سنة 2024 لكي تجاهد المباراة مع فضل للتطبيق سيرتاكو سوف تلعب هذه المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر والساعة 9 بتوقيت القاهرة والساعة 10 بتوقيت قطر والسعودي والإمارات أما القنوات الناقلة للمباراة قناة بي إن سبورت أربعة والرياضية المغربية نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا دعنا في بقناة وتفعيل خاصة الكل لكي توصل دائما بوعيد وتفاصيل مباريات القوية والمقبله وما لكم موعد في موعد قادم